تشوفون هذه الابتسامة؟ أكيد وراها قصة. طول بعمركم طلعتنا لليوم غير، لأني موجود في مكان جدا جميل، هو في المنطقة الغربية من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. يقولكم هذا المهرجان صار له 20 سنة وهو يصير مرة في كل عام في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. يميني رمل ويساري رمل، شو معناته؟ معناته في تقطيع، في سيارات، في منافسات، وفي مهرجانات. طول بعمركم أنا موجود في مهرجان اللي هو الدولي في نسخته 2023 المختلف بكل تفاصيله. تبون تعرفون ليش؟ تعالوا معي. طبعا يا اخوان انا الحين موجود في احد الاقسام الموجود في مهرجان ليو الدولي. مثل ما انتم عارفين المهرجان جدا كبير وفي انشطه وفي فنانين والكل يتواجد في هذا المكان. طبعا شدني مثل ما انتم شايفين الار في الموجود، شو سالفته وشو قصته؟ كلهم متجمعين في هذا المكان، تعالوا نتعرف. يلا حيا مرحبا الساحه يا اخوي علي، الله يسلمك يا عافيه. زمان ما شفناك، طول عمرك اخيرا منورتنا يا ريال في المكان. شفت ارباك، انا من عرفت انك انت موجود في مهرجان ليو الدولي قلت لازم اجي، وما شاء الله اقسام عديده وكثيره، وعرفت انك انت ما شاء الله منظم هني في الار بي. دايم كانكم يا طويل عمرك، ويسعدنا وحصولكم طال عمرك، ويسعدنا الناس كلها توصل هالاماكن. الله يسعدك فعلا، عندنا اجمل شتاء في العالم، والشباب والاسر والعوائل دايما يجون ويغيرون جو. اكيد، والتنوع مطلوب اهم شيء. اليوم الحمد لله طال عمرك وصلنا للمنازل الحديثه اللي هي الكربانات بشكل عام، او نعم اللي مختصرها بشكل عام دخل فيه تحت كلمه الار في اللي هي البيوت المتنقله. فهذه المنطقه خصصت بالذات لهذه المنازل الحمد لله تماشيا مع التطور المطروح. والله فعلا شوف كل شيء يعتمد على مزاج الشخص، في ناس تحب تشوف النجوم بالهواء الطلق، وفي ناس مثل ما انت قلت تحب الخيم، وفي ناس يحبون الار في مع التطور والتكنولوجيا. طيب الناس هذه تأجر ولا تجيب الار في الخاص فيها؟ الحمد لله طال عمرك مع التطور ومع كثرة مستخدمين الار في بشكل عام، الحمد لله اليوم انوجد، يعني نتكلم اذا بدنا نتكلم خلينا نقول على السنين السابقة 2000 2005 كانت كعدد محصور نادر وشركات قليلة. اليوم الحمد لله التنوع صار موجود. اليوم طال عمرك انت حتى لو انك ما عندك ار في بس انك تبغي تسكن فيه، في شركات موجوده. شو الخدمات اللي تقدمونها لهم؟ الاشياء الاساسيه اللي الانسان اللي يطلبها سواء حتى وهو في بيته، اهم ثلاث اشياء: الماء، الكهرباء، الصرف الصحي. انت اليوم الحمد لله في ظل حكومتنا الرشيده انت في الربع الخالي، جزء من الربع الخالي، الخدمه هذه متاحه عندك. انت شديتني، اول شيء انا ابغى اشوف الار في من داخل، اخذ جوله معها. أبشر. عقب نروح معرض السيارات الكلاسيكيه، ايش رايك؟ ابشر ابشر يا طويل العمر، ان شاء الله بناخذكم لفه عليها. بسم الله، يلا بسم الله. جبتني لمعرض السيارات الكلاسيكيه، ابى اعرف في البدايه شو قصتها. القصه يا طويل العمر كل سنه الحمد لله في مرعب لابد فيه بصمه جديده تكون في المهرجان. السنه الحمد لله انضاف معرض الكلاسيك على اساس يكمل الجوهريه والتنوع يكون متواجد في المنطقه الحمد لله. انا لاحظت ان في سيارات مختلفه، بنقول مختلفه الاعمار، الازمان، الموديلات، والموديلات بعد كذلك صحيح. والنوع بشكل عام، يعني ما شاء الله في عندك اللي هو من المشكله في الاختصاص في مجال ثاني، يعني طال عمرك ما شاء الله في لجنه كامله مختصه تعاين وتقيم السيارات وفي لها مسابقه خاصه طبعا، يعني في جوائز بنقول ماديه. نعم 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 نعم، وحتى يعني لو تلاحظ ان في موديلات، في كل سياره عليها لو حتى موديلها، السياره مسجله من الاشتراطات ان تكون بعد سيارات مسجله يعني في الدوله. فالحمد لله على أساس أنه يبرز ويعطيهم قوة اللي محافظ على السيارة أنها تشتغل وتمشي. حقيقة الشيء اللي أبغى أعرف عنه أكثر المبيت،
رحنا شفنا الكرفان، احنا ابغى اشوف الشيء الثاني. شوفوا على المبيت ان شاء الله وانواع المخيمات اللي موجوده، طبعا فيها تنوع كثير، والحين ان شاء الله نطلع بنراويك اياه باذن الله. جزاك الله. بس انا الحين ابغى اعرف المخيمات، هل هناك اقسام ولا هو بس المخيمات هذه؟ لا لا، في عندك اقسام متعدده من ناحيه الخيام. نحن حاليا بالذات في قسم العوائل، وعندك القسم العاميه موجوده من الناحيه الثانيه، بنقول للشباب اللي حابين يمشون غير بشكل عام، وهذه مثل ما قلنا اللي هو للعوائل. وفي عندك المخيمات الفي اي بي، وعندك المساحات، وعندك مخيمات الميني في اي بي. زين، من غير عندك بعد اللي هي التخييم الحر، هذا اللي هو متواجد يعني في يعني ارض وانت بروحك تحط اللي تبغى. نعم، فهي يعني في عندك تنوع في اختياريه المخيمات والتخييم فيها بالذات. اخوي سعود، الشيء اللي يميز هذا المكان مخيمات، المرافق، المطاعم، الكافيهات، يعني كل الاذواق، شو ما بغيت بتحصل. بتحصل ان شاء الله، ما يعني مثل ما يقول ما بتم مقطوع، كل شيء موجود. والحلو انه في امور يعني الحمد لله قامت تظهر للجمهور، انه على اساس يبين لك التميز، الخدمه، انت في دوله تطلب التطور وشو ما طلبت يوصل. يعني الحمد لله من الاشياء اللي انطرحت السنه وموجوده الحمد لله، عندك محطة البترول، أنت في مخيمك الشيشة توصل لين عندك. المهرجان هذا يعني لا يفوت. الحمد لله. كل سنة ما شاء الله يبدعون. نعم. أشياء جديدة فيه، الناس، المسابقات، التحديات اللي تستوي في المهرجان نفسه، يعني الواحد يستمتع لما يجي. يكفي طال عمرك، أي واحد وصل هنا الحمد لله ما حد قد ظهر وهو زعلان أو هو متكدر من أي شيء. تعرف أنا شو الشيء اللي لاحظته أيضاً؟ ان المحلات تكون مفتوحه 24 ساعه، بالاضافه ايضا انه مش بس للاماراتيين بل انما للوطن العربي والعالم كله متجمعين هنا. للعلم ان في اجانب حاجزين ومرتبين ومتواصلين معانا من قبل اشهر عشان المكان، عشان المكان. وفي ناس رحاله انا شخصيا اعرفهم جايين مش بالطيارات، بسيارات، سيارات الرحلات هذه، جايين ضاربين المسافه هاي كلها على اساس انه يستمتع معانا في هاي الفتره. وفي ناس رحاله يقطعون العالم، سواء مسوي له وجهه من اوروبا الى افريقيا ولا العكس بالامور هذه كلها، فيطالع المده الزمنيه والفعاليات اللي عند تواجه المشوار هذا. والله يا اخوي سعود، انا حقيقه اشكرك على هذه الجوله الفريده والمميزه اللي انت خطني وخليتني اشوفها، يعني من الارفي، من السيارات الكلاسيكيه، من المخيمات، ومن الجوله الفريده اللي اعطيتني. انا اشكرك. وبالعكس، ونترى ان شاء الله الجميع حاضر وبيشوف الخدمه باذن الله ان شاء الله، وانا مستمتع فيها قريب انا ان شاء الله. يا باذن الله يا سيدي. حاضرين حاضرين، وموفق خير، ونلتقي على خير. الله يحفظك. الله يسلمك. مرحبا.